قصة أخرى على لسان طفل آخر سنستمع إليها اليوم أيضا. هذا الطفل هرب من المخيم وطلب الذهاب إلى مركز إعادة التأهيل. هو تحدث عما وصفه بالرعب داخل المخيم، وأكد استمرار وجود الحسبة بين النساء المهاجرات وحصول عمليات حرق للخيم. هذا الطفل الذي فاجأنا بوعيه وإدراكه وخوفه مما يجري، يحلم بأن يعود يوما ما إلى بلده وأن يصبح طبيبا، وتمنى أيضا أن تقتنع والدته التي تحاول الفرار من المخيم إلى إدلب وتعود معه إلى بلاده. فلنتستمع إليه. أنت قلت لي ما حبيت المخيم. إيه؟ ليش؟ في كثير مشاكل بين الرفاق والنسوان هنيك، يعني والمعاملة سيئة معان. يعني النسوان شو عم تعمل هنيك بالضبط؟ خبرني. درس دين ويعني ويضلوا مراقبين بعض كثير. يعني هلأ إذا بس تقرب على الرفاق يقولوا لك خلص أنت معهم ويضربوك، يا أما أنت تقدر تهرب يا أما يضربوك. طيب شو الدين اللي بيدرسوكم يا مثل ما كنتوا تدرسوا برا؟ كانوا يدرسونا قرآن ويدرسون فقه بس. ما كانوا يدرسوكم شيء على السلاح، شيء على الذبح، شيء؟ طب شو كانوا يقولوا لك عن النساء اللي مثلي مثلا اللي بلا حجاب؟ يقولون كفار وما اعرف شو. مين الكفار كانوا يقولوا لك؟ هم لا انه من يقصدون بالكفار؟ كل وحده ما تلبس نقاب، يقولون متبرجات ما اعرف شو. هالفكر مو كويس، يعني بيعرضوا عالم ما لهم دخل، يعني ما لهم علاقه بهي الشغلات. وانت لما كنت ترجع على البيت شو كانت تقلك امك؟ لا تطلع كثير ولا تقرب على النسوان مشان ما يجيبوا لك مشاكل، كانت تحذرني كثير. طيب لما يدرسوك هيك داخل المخيم النساء، شو يقولوا لك مصير هؤلاء اللي يتهمون بالكفر؟ شو لازم هو مصيره؟ يقولوا لهم انه احنا رح ننتصر ورح نرجع مره تاني، هذا اللي كان يقولوا اكثر شيء. بس اني امي كانت دائما تحذرني لا تطلع برا كثير ولا تسوي مشاكل ولا تدرس، خليك يعني بالخيمه احسن مشان يعني ما تيجوا على راسك كثير مشاكل. قديش في اولاد مقتنعين باللي عم يدرسوه هنيك؟ تقريبا هلا الاولاد الصغار عم بيتدربوا هيك، عم بيتعلموا، عم بيقلبوا لهم عقولهم مشان يخربوا لهم حياتهم. طب وهن النسوان بين بعض لما بيراقبوا بعض، انا سمعت في حرق خيام، في ضرب هنيك، شو عم بيصير؟ اول ايام قديم كان في حرق خيام، حتى في مره متذكر انه ماتت مغربيه، ماتت هي وابنها. ليش حرقوا لخيمتها؟ قالوا لها اساس انت مع يعني مرتبطه مع الرفاق وما اعرف شو. كان هذيك ايام يعني كانت صعبه، يعني يضربوا كثير ويحرقوا كثير خيام. في بعد حسبه بالمخيم؟ ايه في. شو هاي الحسبه؟ شو بتعمل؟ غطي على عينك، لا تطلعي بدون ملابس برا، كثير شغلات. حتى اذا يشموا ريحه الدخان بالخيمه يحرقوها فوريا، او يكشموها او يضربوا عليها حجر. شو قصة انه كانوا يجبروا اولاد يتزوجوا يعني ممكن اعتبارهم اطفال 13-14 سنة يتزوجوا بنساء داخل المخيم المهاجرات؟ شو القصة هاي؟ ده خبرني. شوف، في بنات صغار، يعني مو صغار يعني شباب، يعني في سن 15-14-16، وفي اولاد يعني أعمارهم 19-20 وما يخبروا أنهم أعمارهم كبيرة. فشنو يعني بالليل في كثير يعني يتخلطوا مع البنات وهيك، فيعني البنات مو زمان يعني مو داخل مخيم مو شايفين شيء، فيرتبطوا مع الأولاد وتصير علاقات معاهم وبعدين يتزوجوا. طيب عم بيجيبوا أولاد؟ إيه. في أولاد صغار هلا والجيل الجديد من سبب هيدا العلاقات بالمخيم؟ لا ما في أبدا. طب ما هيدا لما بيعملوا علاقة ما بيجيبوا أولاد؟ ما أعرف، هاي العلاقات يعني صارت من جديد مو من قديم، من قديم ما حد كان يقدر يسوي هيك،
مو كان في كثير يعني أخوات جايين جدد من الباغوز وهدول يعني مسوين حسبة وما أعرف شو، فما يقدر حدا يعني يسوي شيء. في وحدة مرة تركستانية سوت علاقة مع واحد بعدين قصوها بالمنشار وكبوها بالتواليت، بعدين الصبح اجوا الرفاق وطلعوها ميتة. بس عملت علاقة مع واحد صغير يعني أصغر منها؟ لا كبير وصغير. من الأطفال اللي بالمخيم يعني من الأولاد اللي بالمخيم عملت ايه علاقة؟ ايه. وهدوك الأولاد اللي كانوا موجودين هربوا لما سمعوا بهاي صار بيها هيك وهيك، طلعوا هزموا بعدين ما عرفوا وين راحوا. طب ليش بيضربوا بعض النسوان هنيك؟ كان مشاكل في نسوان يعني مع الرفاق، وفي نسوان مو مع الرفاق، وفي نسوان مو معهم الاثنين. يعني في نسوان إذا تسوي شغلة بسيطة يقولك أنت كافر، يعني مثلا تشرب دخان يقولك مباشرة أنت كافر، يعني يكفرون بدون ما يفهمون. وفي بعضهم لا يقولون لا ما تكفروا بسرعة. وفي هدول يعني ثلاثتهم مع مشاكل مع بعضهم، وأكثر شيء المشاكل تحصل بين الأولاد. يعني لما ولد هذا يقول لهذا أنت هذا وهيك وهيك، أنت شو يعني تشتغل مع الرفاق وهيك. وفي أولاد يقولون أنت يعني بصفة الخوارج يسموهم خوارج، يقولون أنت خوارج فيضربوه، فتجي أمه على هذا فيجوا يعني يجتمعوا النسوان ويصير مشاكل كبيرة بين بعضهم. يعني المخيم فيلم رعب كثير مو شوي. أنت شو صار معك؟ أنا كنت في المخيم بعدين النسوان تلموا علي وضربوني بعد البوابة، يعني بعيد شوي على البوابة. بعدين قالوا الصبح راح نقتلك وما أعرف شو. بعدين الصبح أنا ضليت متخبي لبين ما مر وقت. بعدين صاروا يقولوا إذا مسكناهم وصرنا نسمع من الأولاد. إحنا ضلينا متخبيين حوالي 4 أيام، ومن وبعدها مباشرة جينا عند الرفاق وجينا له. رحت أنت كنت بتتفق مع أمك؟ قلت لها أنا بدي فيل روح على المركز؟ ما قلت لها أبدا، لحد الآن أمي ما تعرف وأنا ما بدي أقول لها شيء. بس سؤال، هودول اللي كانوا يزوجون كيف كانوا يزوجون؟ مين كان يزوجون؟ هاي ما أعرف أنا، يعني ما خبروني، ما يقولون في المخيم مشان يعني ما ينقبض عليهم. طيب لمن يتزوجوا وين بيقعدوا؟ بيقعدوا سوا بالخيم ولا كيف؟ بس بالليل ما يتحركوا مع بعضهم، بس بالليل. الصبح ما يقدروا، في كاميرات كثير. طب واللي بدها تولد كيف كانت تولد بالضبط؟ انا ما اعرف، بس الرجال اللي كان عندهم مناصب داعش. نسوان لا ما كان، ما كان في هودول اللي بيسموهم عرائس داعش، هودول اللي بتبقى متزوجه من امير. في بس ما يخبروا بحالهم. ليش يخافون؟ حتى لما كنا في عند داعش كانوا يخافون انه يعني يخبرون انه هذا امير وهذا هيك. كلهم كانوا يتخبوا، الامراء كل شيء كان امير كان يتخبى. ليش؟ ليش يخافوا؟ يخافون. حتى بقلب الدولة ما كانوا يقولوا؟ قليل يعني، بس يعني منصبهم ضعيف يقولون عادي، اما يعني المنصبهم كبير ما يبينوا. يخافوا من مين؟ من الطيران. يعني برأيك انت في كتير منهم هربانين؟ الامراء في كتير طلعوا حتى قبل ما تصير باغوز. وما باغوز لوين راحوا؟ ما اعرف. في منهم راحوا على أدلب، يعني منتشرين. إن شاء الله ما يخربوا الدنيا مرة ثانية. أنت ليش ما اقتنعت بالفكر اللي كانوا عم بيدرسوك إياه؟ ما اقتنع، لأنه بعدين راح تصير مشاكل، ما راح أرجع على بلدي. أنا أخاف إنه ما أرجع على بلدي، وأنا بدي أرجع على بلدي وأكمل دراستي. شو بدك تعملي؟ دكتور. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت شو بدك تقول هلأ؟ شو اللي حابب تقوله؟ إن شاء الله نرجع لبلدنا يعني نخلص من هالمشاكل، وما نرجع نتورط مرة ثانية، ننتبه على حالنا كثير. شو بدك تخبر الناس عن المخيم؟ شو بدك تقلهم عن الأولاد اللي بالمخيم؟ من الأحسن لهم يجوا لهون، ما يضلوا هنيك مشان ما يعرضوا حالهم للخطر. شو تغير أنت فيك لما جيت لهون؟ كثير تغيرت. مثل؟ يعني ما ضليت أفكر بالشغلات القديمة، يعني سلاح وما أعرف شو يعني مثل فلسفة البشر يعني اللي كانوا بالمخيم. تحب تخبرنا شيء عن المخيم؟ تذكر إن شاء الله تروح أمي ما تضل هنيك، يعني إذا أجوا ياخدونا أمي تروح وراح أخبرها هالشي. بس أمي على أساس أنه راح تطلع على إدلب، بس ما أعرف شلون.
أمك حابة تطلع إدلب؟ إيه، مشان يعني إذا تأخر الوقت هي تطلع من هناك على تركيا. ومين عم بيساعدها لتروح على إدلب؟ ما أعرف، في كتير هناك نسوان طلعوا وما أعرف شلون يطلعوا تهريب، بس ما أعرف شلون. ووصلوا على إدلب؟ إيه، وفي نصهم وصلوا على تركيا. وشو عم يعملوا بتركيا؟ ما أعرف، يضلوا هنيك يقولوا، يضلوا هنيك لبين ما يرجعوا مرة ثانية. يعني فيها عندهم فكر انه يقولون انه راح تنتصر مرة ثانية، راح ينتصروا وراح يقولوا انه راح يضلوا بتركيا لبين ما يرجعوا. يعني يرجع على دولة داعش؟ ايوة. وانت بدك ترجع على دولة داعش؟ ابدا، ما عاد افكر بها ابدا، بدي ارجع على بلدي. ما ورط حالي ان شاء الله مرة ثانية ابدا. مش انت اللي ورطت حالك؟ اعرف اكيد ابوي. وامك كمان بدها ترجع على هون لما ترجع الدوله، ولا بدها تروح على المغرب؟ بدي اوديها معي على المغرب، ما اقدر اعيف امي هون. حتى انا قلت لها من قبل ما اجي من المخيم، قلت لها لا تضلي هون، نرجع ان شاء الله تسمع الكلام مع انه امي. لما رح يكون عندها رجال مثلك بدها تسمع الكلام اكيد.